قمنا بمبادرة من فندق 7 بويز لأهالينا بجبل ويبدا، حباً لأهالينا بالويبدا وحكم الجهة طبعاً العبدلي والويبدا واحد، وحبنا لهذا الوطن حبينا نقدم الإقامة لهم بالفندق طبعاً مفتوحة ومجاناً. طبعا تم التواصل معي من عدد من الاهالي من البيت المهدوم، وان شاء الله يعني بس يطلعوا المستشفيات المصابين ان شاء الله يشافيهم ان شاء الله، حيكون لهم من ترتيب بالاوتيل ان شاء الله بالفندق. بالنهاية زي ما انتم شفتوا الاوتيل مصنف نجمتين، بس بحب اعطيكم معلومة، بسع لكل الاردنيين، مع انه في عندنا بالاردن فنادق 5 نجوم مصنفة ما قدمت هاي المبادرة، بس احنا بنقول لو الفندق ما وسع الناس اهالينا بالويبدة بيوتنا بتسعهم.